دابا ساعة المزاد خرج الله يسهل عليه، دابا هو باين طب فلوسه كاملين في داك الكفالة وغيبدا دابا فيما مشى يبدا يغني يغني يغني. الله يسهل على الجميع، الله يسهل عليك اخويا. He's out of jail just because he has a good lawyer. Other than that, well, he has been shown to be a sex offender, and well, he doesn't have just one victim. He has like a lot. Like I think that three girls like complained about him like harassing them sexually. So it's just the fact that he has a good lawyer and he's like supported by the king, and he has a lot of money. That's why he got out of jail. تكون هذه اخر مره، وكنقول ليه الله يجعلها فرحه ومساره لوالديه، وكنقول ليه باش يرجع للجمهور ديالو ان شاء الله. سعد المجرد ملي خرج من الحبس الله يسهل عليه، حنا ما عندناش لاش نتبعوه ولا شي حاجه، ولكن اللي دار شي حاجه راه كيستاهلها. المهم الا كان بارئ راه على سلامته، والا كان فريمون دار ديك القضيه بلي اغتصب ديك البنت نورمالمون ما خصوش يطلقوه، وديجا راه باقي ما تحكمش عليه حكم النهائي. انا بالنسبه ليا زعما فرحت لحقاش خرج على سلامته، مي كما كنقولوا لي دار بالسهل العقوبه، ولكن من ناحيه لي بارون ديالو بقاو فيا، وهذا ماشي سهله. ولدهم زعما في الغربه وهذا كتبقى صعيبه شويه. تيبقى ولد بلادي، ولكن القانون راه قانون، يعني راه ماشي في المغرب. كون كان في المغرب كون ديجا طلقوه اول حاجه. ثاني حاجه راه القانون غادي يشوف شنو غادي يديروا معاه، ونتمناو له ما يكون داير والو، يخرج يتبع الفن ديالو كي كان، يعني راه فنان كبير وعائله ولد عائله فنيه، يعني نتمناو ليه يكون غير الخير داكشي اللي كان.